مشاهدين الكرام، رمضان كريم عليكم والله أكرم. حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بين حنة على شاشة التغيير. اليوم عندنا حالة، إنه حالة الأخ كاظم، جينا عليه بعد معاناة. خلينا نشوفه، شوف شنو حالته. تعالوا معنا. السلام عليكم. السلام. شلونك قلبي؟ شلون يسلمك الله؟ شلون رمضان كريم عليك جميع ان شاء الله. رحم الله يحفظك. كاظم مو؟ نعم. ابو من؟ ابو زينب. ابو زينب على راسك. ابو زينب، احنا من قناه التغيير. الله يعزك. برنامج بين هن. اهلا وسهلا. جاي نشوفك ونسولف وياك. اسمح لنا نقعد يمك. اهلا وسهلا. تفضل. الله يحفظك. تعالوا انا مشاهدين، خلينا نشوف. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا مرحبا. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم. بعدنا متواصلين وياكم برنامجنا بين هن. بين هن اليوم يمهن اخونا الحبيب. السلام عليكم. السلام. الله يسلمك. شلونك؟ الاسم الكريم فاطمه. كاظم ابو زينب. كاظم ابو زينب، اهلا وسهلا بك. شلونك؟ شلون صحتك؟ الحمد لله ما شاء الله. عزك الحمد لله. شلونك ويا هالدنيا هاي؟ والله الحمد لله، الدنيا هاي تعبتنا الله يساعدك. الله يكون بعونك. اذتنا حيل الله يكون بعونك. الحمد لله وشكرا. ابو زينب، زوجتك ام زينب؟ ام زينب. شلونك اخوي؟ الحمد لله. رمضان كريم عليكم. رمضان كريم علينا وعليكم. ربي يحفظك ان شاء الله. الله يخليك. كم واحد عندكم انت واولادكم؟ احنا عندنا سبعه. سبعه؟ ايه. الله يحفظ ذول سبعتكم ان شاء الله. الله يحفظهم. شلونك عمو؟ زين عمو. شو اسمك انت حبيبتي؟ زهراء. يا خوره كبيره زهراء؟ الله يحفظها. انت شو اسمك حبيبتي؟ بنين. بنين؟ ايه. هلا عمو. شلونك؟ زين. انت شو اسمك حبيبي؟ عباس. عباس، وانت؟ منتظر. منتظر؟ إيه. الله. هذا حيدر. حيدر. حيدر، وانت اسمك؟ مؤمن. مؤمن، وانت؟ الله يحفظهم ان شاء الله اليك. احكي لي شنو معاناتك؟ صاير بيك؟ شلونك ويا هالدنيا؟ ايش بيها مرتك؟ احنا سمعنا بيها مرض، ما اعرف شنو. سولف لنا، خلي يسمعوك العالم يشوفوك. اولا نقول لكم اهلا وسهلا بيكم. الله يحفظك. حضرت الديوانيه ومن هناك لهنا. الله يحفظك ان شاء الله. احنا سمعنا بيك بحالتك. وناس نادتنا قالوا لا بروح لهذا الزلمه، هذا عنده هيش وهيش، شغلته خطيه ومريته وما يقدر وحالته ضعيفه وما متمكن. شنو سولف لنا؟ والله هي طاحت مريضه. اي. وخذناها للمستشفى. اي. قالوا عثى حصوه. حصوه؟ حصوه عثى. اي. وخذناها ثاني مره من التحليل. اي. قالوا عثى رمل. رمل حصوه بسيطه. اي. فخذناها دخلناها، قالوا عمو هذا مو رمل ولا حصوه. عثها السداد بالامعاء. فبقت قطعه الاكل شهر. شهر قاطعه؟ اي. ما تاكل لا تشرب ماء لا ابد شهر. ايه. ورمت جسمها ورم. جسمها ورم. كلا جسمها يدينها رجلينها بطنها كلها ورمت. ايه. فاخذناها دخلناها بالمستشفى الناصريه، لان هي اهلها من الناصريه. من الناصريه. ايه. دخلناها هناك تقريبا 20 يوم. ايه. فقالوا نسوي لها عمليه. ايه. عثها النصران الرئيسي مجدود منعقد. يعني بيعقد. ايه. ايه. فقالوا تجي توقع. انت توقع؟ اي. رحت انا هم هناك، قال اخويا ما اقدر اسوي العمليه. ليش؟ خاف اسويها وخاف ما تنجح العمليه. ايه. لان العمليه خطره. لازم توقع على مسؤوليتك. بالضبط. ايه. ايه. فعندنا دكتور هنا يسمونه دكتور محمد عبد شنين. ايه. خفعدي. ايه. خوش دكتور زين، هم من نسابتنا وقرايبنا، خابروا. ايه. قالوا خلي يجيبوها علي. خوش. فنقلناها من الناصريه للديوانيه. خوش ان شاء الله. سوونا لها عمليه هنا بالديوانيه. ايه. قال يعني ما تتحمل عملية هالقد، الظهر تبقى من المستشفى. ايش قد عملية تطورت؟ طورت 3 ساعات. خوش. فمن. ايه. شال الورمة، لقى ورمة عثى على القارون.
ورمة على القالون. ورمة على القالون. بعد كلش جافه على القالون. اي شال الورمة كلها. يا طبانة تحياتنا لكم. يعني ما معقولة ما تعرفون الحصوة من المرارة من الكلى والله ما اعرف. شال الورمة كلها على القالون. ايه. ودى تحليل البغداد. فمن اجى التحليل قال بها مرض خبيث. اي فهو شكها منه ورجع بها لنا وبيتشي. يعني وشان شال العلم وين يوجعش وين؟ بطني. بطنش توجعش؟ ايه. صار عنده قبوض بطنه قامت ما تطلع. قبوض؟ ايه. خلي مايكين خلي سولف. ايه. سولف فيني. ورحت راجعت هاي ما سووا لحد. ما سووا لحد. ايه بعدين راجع الدكتور عبد الشنين هو سوى العملية. سوات العملية؟ بيت سوى العملية. والله الزلمة ساهم ويانا. يعني شلون ساهم؟ اي ساهم ويانا هواي يعني. نعم الله عليه وجزاه الله بالخير وهاي. نعم الله على الزلمة. من حسنات ان شاء الله تسجل. ابد ما قصر. ايه. قال ابد لا تفكرون بحساب ولا تفكرون بفلوس نهائيا. فمن نعم الله عليه الزلمة. يعني الزلمة وقف ويانا وقفة وكان الدكتور علاء هسه هذا نضرب عنده كيمياوي. علاء. اي دكتور علاء هم بالكيمياوي الزلمة قال ابد لا تفكر. هذول الناس اللي وقفوا وياك. ايه. اشكرهم لا بالله شكر الجزيل ورمضان كريم عليهم وعلى عوائلهم كان دكتور. على وكان دكتور محمد عبد الشنين ونشكر منطقتي اللي وقفت وياه وساعدتني منطقتي وقفت يعني الناس وساعدتني منطقتي اي وقفوا وياه وساعدوني ووصلوا النساء وزنم واطفال يسلون دائما الحمد لله والله دائما يسلون وربع عدي كنت بالحشد هم يسلون علي ويخابروني انت كنت بالحشد اي اربع سنوات انا بالحشد اربع سنوات كنت بالحشد اي اربع سنوات كنت بالدعم اللوجستي جيت على الدعم اللوجستي فريتها كلها من سامر جرف الصخر لما وصلت بي على حدود سوريا يعني انت دافعت عن هذا الوطن والدواعش خلصتونا من الدواعش انتو الجيش والحشد والداخلية ولو ما انتو ما تستمر هاي الحياة بس احكي لي قدمت لك الدولة انت ضحيت للوطن ووقفت ودافعت وحطيت دمك على قولته انه بشيشة وناوي حتى لو تستشهد بداء للوطن نويله ومشينا ما سوت يعني ما سوت شيء ما سوت الحكومه ما سوت ما جو سيره عليه ابد ولا واحد دق الباب علي ولا واحد دق الباب رغم انا قبل اطيح زوجتي سنه نايم بالفراش بالحشد اندعمت بسياره اندعمت اي طلعت بواجب على الثرثار واندعمت صار حادث بيننا وبين الدواعش صدام وطق عد الحوض سنه نايم بالفراش ما حد جاني بس ربع الخاصين بي اللي هو حيدر ابو طيبه سين ابو الورد كان ولد موفق يسمونه تحياتي ولا خاصين اللي كانوا يجون عليه اللي هم شالوا مسواقي اللي هم شالوا عائلته من عقب السنه كلها وبعدين طاح زوجته عندي طاح زوجتك انت وين اهلك قلت لي بالناصريه بالناصريه زين اخوتك وضعيش ناصيك حالتهم تعبانه وحالتهم تعبانه مو يدروا بيك جو شافوك هاي جيت اموي والله ما شانت نار صارت ايش يسوي العالم ما عاد لا حول ولا قوة يعني امها هي كروة تجي معتها احنا نعطيها ايه؟ امها هي تجينا كروة معتها امورهم هم تعبانة يعني هي تجي هنا 10 ايام 15 يوم تدخل وياها بالمستشفى انت قبل لا تتزوج او من تزوجت ام زهراء وين كنت قاعد قبل؟ انا كنت هم بالناصرية انت هم بالناصرية؟ بس انا جيت قبلهم انا جيت بال 93 قعدت هنا بالديوانية بال 93 اللي بس تبي الجيش انا بالديوانية وسرحت من الجيش يعني جيت هنا لاهلك لو شنو؟ عد رضيحتي هنا قاعد يم وجيت قعدت اي قاعد هنا لان انا ما عندي بس انا ما عندي اخوان ما عندك خويا؟ اي بس انا يعني ماكو بس انت بس انا خوات عندك؟ عد ثلاثة من الزوجات من الزوجات هم بالناصرية لو هنا؟ لا من الزوجات بالولاية بالديوانية هم هنا من زين ذولا هسه هي مرتك مريضة والله يشافيها إن شاء الله. الله يحفظك إن شاء الله. زين ذولا هسه الأطفال من يقولهم من يقلهم باجبهم. والله. هي إحنا شيء مثل ما هي. الغسيل قاعد يغسلاني. طبخ نطبخاني. يعني شنو التنظيف إحنا نفانا ولا بناتي. أنا أقول فيها. شو اسمه؟ أنت زهورة؟ زهورة؟ أنت تحبين ماما؟ ها؟ وانت من يطبخ انت تطبخين مكانها؟ لا ابوي ابوك وانت شو تسوين؟ يعني تنظفين بالبيت وهاي سوالف؟ هم تنظفين بالبيت؟ ايه مدرستك تعدي مدرسه؟ ايه بها صف انت؟ بالرابع عافيه بالسباعيه وانت بها صف؟ ثاني عافيه شاطرات مو؟ ها؟ زين هسه انت شو تقول للناس الخيره شو يسوون لما يسوون لها عمليه يوقفون وياها؟ هاي الكاميرا وش تقولي لهم؟ كانوا يوقفون وياها ويطيبوها. عافية تبدي لامك تطيب مو؟ حتى توقف عليكم؟ تحبوها غير؟ ايه. لا حول ولا قوة الا بالله.
هم بدوا بالله العظيم بدوا، هم الله يساعدك ويكون بعون. الحمد لله العظيم. نعم الحمد لله. الحمد لله. شوف الحمد يعني الله. شوف هذا الإنسان المؤمن ويعني مثل ما تقولون حتى لو جت مصيبة هم بيقول الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. أكو ناس ما تستحمل الله والشكر. الحمد لله والشكر. يعني فلوس ومناصب وقصور وخيريات عندهم مال الله الموجودة كلها ما يقولون الحمد لله والشكر، وهو مرته مريضة وضعه تعبان ما عنده شغل، أولاده محتار بيهم بالمدارس وما أعرف شنو، أيوة يطبخ بنفسيته، هو يغسل بنفسيته يغسل لهم ويقول الحمد لله والشكر. أنا كل 15 يوم نضرب أبرة كيميائية، كل 15 يوم أيه؟ ويوميا أكو كاسة سعد هنا أسأل أيه؟ الله حنيدك صيدلية هاي عندنا هنا وصيدلية بابا طلع حليم جوا، يعني عندنا هذا تشيز كورسم يسمونه هم الدكاترة يعرفوه، هذا تشيز اشتريه يوميا ب 10,000 دينار. وين التشيز؟ هذا تشيز هذا تشيز كورسم يسمونه. هذا شنو هو؟ هذا تشيز مال خروج، يعني هي ما عطى خروجها منا حاطين لها صوندة منا لهنا، هذا تشيز ب 10,000 دينار، يعني هذا تشيز يا جاب لي جابوه لي يا جماعة البارحة صار له 3 أيام ما عدى 10,000 فتسمع الحكومة. ايش ناشي قد تسمع 3 ايام ما عندي شيء اشتريه ب 10,000 دينار، هذا الشيس ب 10,000 دينار. الله اكبر. يعني الله اكبر. 3 اكياس يوميا، 3 اكياس رادلها يوميا، 3 يوميا 3 اكياس رادلها 30 يوميا، وكل 15 يوم نضربها ابره كيميائي، كل 15 يوم الابره 250 ابره. ماشي شو اسوي ابره؟ شو تحط لها؟ زين انت هسه ما عندك شغل لو شنو تشتغل؟ والله نشتغل. شو اشتغل؟ لو ما تحصل لك 10,000 يوم ماكو هاي شنو شغلته؟ شافت عندي سيارة طقتنا مصيبة طيناها السيارة فصلت العشاير وظلنا كل شيء ما عندنا دفعتها اي وراح وياك لو وياك ويا هم يا هنا ويا قرايبنا ودفعت ابوك اي دفعنا اي زين انت شنو ذنبك يعني؟ هاي بعد رجال عندك 7 جهات تتقرب يعني الخولة والخولة والدلعاب تحياتنا لعشائرنا كلهم نقدرهم ونخليهم على راسنا رحم الله بس انت يعني غيرك وياك عشيرة شيل لو شنو الشيل هي كل شيء هو كل ما شيل حصته وحصته اخوه وحصته ابن عمه فصارت عليه وعلى جهالك قاتل وجهه الحمد لله والشكر نقول الحمد لله شكرا لكم الله موجود شكرا واحنا قايلين الحمد لله ونعم بالله هو لو خليت يعني قلبت الحمد لله وشكر انتم موجودين يعني والناس الطيبه والخيره وكل عراقي شريف يعني ما اعرف يشوف هاي العائله يعني امهم وسبع اطفال والاطفال مو تقول كبار على مود حتى يفتهمون ويقدرون يساعدون ابوهم ويشتغلون الاطفال هاي تبوعوا شوفوا حالتهم تعبانين اطفال ما يعرفون كل شيء وامهم يوم الله وابوهم الحاير بيهم الرجل ابوهم زين هم يجوكم مثلا مجلس محلي محافظه ناس مسؤولين ما قال لكم عمي تعالوا انت جيتنا من بغداد وزورتنا انت جيتنا من بغداد اللي هو ما بوحي ايه اللي 180 كيلو وما ادري ايش قد برنامجنا اسمه ايه بين اهلنا يعني لا قصدي انا اقول لك شفناك ما شفناهم الله يخليك ايه يعني شوف احنا ما متفضلين عليك ولا اي واحد متفضل لا بالله صاحب الفضل لا 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 صاحب الفضل لا 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 اللي يجيك اليوم ويشوفك لانه انت عراقي وهذا واجب علي واجب علي اني لازم اكون اني اول واحد اخوك هنا اجي يمك وازورك واشوفك زين اذا ما يجوك الناس هم يعرفون شنو قصدي اني الناس سياسيين الناس سياسيين الناس اللي الله مطيها اذا ما يجون ويشوفوك هي هاي رسالة يعني احنا نقول لكم ترى هذا عراقي ايش مهما يكون هو عراقي وشوفوا حالته اذا مو احنا نجي نشوفه من يشوفه غير احنا نوقف نص اهلنا وناسنا والمحتاج ونطيه هاي حتى الله يرضى علينا ارحم ما في الارض ارحمكم ما في السماء مو صحيح هيك علمونا اهلنا صح لو لا زين انتم ما حد جاكم ولا واحد جاكم لا ما حد جانا ولا قناه ولا ابد ولا قناه بس ولا اول قناه تجيكم اول قناه انتم تشرفونا الله يحفظك انت الشرف ولا واحد جون ولا بس منطقتنا وناس الخير هذول بس الناس الخير يجون اي بذول يجون بذول جتنا قناه ولا جانا رئيس ولا جانا وزير ولا جانا دفاع ولا جانا داخليه ولا جانا برلمان ولا جانا اي واحد قلت لك صار 3 ايام اروحكم هذا تشيز ما عد ب 10,000 اشتري هذا تشيز ب 10,000 ورغم انا رحت نائب محافظ الديوانيه الاول زين شرموطي احنا نقول رحت له
يابا هذا هم اخوكم ومنكم بكم ومن الولايات محافظه اللي هو حيدر. ايه خوش تحياتنا. اي قالوا روح الله كريم احنا نجيب لك كل شيء. شي يجيبون هاي ما عندي. هذا تشيس ما عندي. هاي ب 10000. هذا ب 10000 دينار خوش. هذا ب 10000 دينار. هذا يسمونه تشيس كورستم. هذا خروج من هذا. هذا يلزقونه هنا. ايه يطلع الخروج منه. اي يعني هاي ما عندهم 10000 يعني هسه اذا الزم واحد متسول بالشارع وقال له انطينا 10000 ارده هاي المريه محتاجه هاي الشغله ويطيها يطيها له ما يطيها وذولا يعني 10000 ما يقدرون يدفعوها. الله اكبر. اي احنا لا مو قلت لك احنا لازم نسال عليكم لان انتم اهلنا وناسنا يعني هسه انا بروح لك تقول 10000 وما اقدر يعني بس فهمني شنو والله ما ادري يعني 10000 ما تقدر انت زين زين انت هسه بعد ما بيش لا تقومي لا تطبخي لا تسوي كل شيء ما بيش ما بيش لا ما اقدر. ها ما اقدر اطبخ. شو تحسي تعب جسمك ورا؟ اي يبدا يوجعني. ما اقدر. زين ايش قالوا لك مرض يعني المرض مالتها يعني ممكن له علاج؟ والله هو قاعد يضرب كيمياء. اي ورا العيد الى قال الى خلانا عدين. ايه ورا العيد على اساس هو نحلل هذا التشيس هو هذا التشيس الكورستمي. ايه يسوون له حل لو يلغونه لو يعرفونه مدى عمرهم مدى الحياة يعني مدى الحياة إيه لو يبقى مدى الحياة وياها لو يلغونه هاي الشيء والله يعني هم استعصلوا المرض. إيه هو المرض شالوه. إيه شالوها غدا هيك طلعوها. إيه هاي ماكو صاد زين بس فهمني هاي شو لها علاقة بالكلى بس إذا عندك لا هي صار على معاه إلى معاه وين والكلى وين هم أول مرة قالوا له حصوا بالكلى قالوا حصوا وبعدين قالوا يا أطبائنا يا وزير الصحة يعني ماكو هيش. الله اكبر مره عدها ورام بالامعاء زين الكلى جابها على امعاء واحد يقول لك حصو واحد يقول لك يعني يركضون بيها واحد يقول حصو هذا تشيس دهني تشيس دهني واحد يقول تشيس دهني وين يعني ما معقوله ما يعني معقوله ما على علتها الا الدكتور محمد عبد شنين خزعلي تحياتنا الى هذا الزلمه اللي بس هو اللي يعرف قال ما تتحمل حالتها يومين ما تتحمل يوم ما تتحمل الى ما تدخلونها لاحد سوى لها عمليه ثانيه تتوفى. الله اكبر يعني من لقينا فتح بطنها لقى المصارين كلها خايسة يعني ندخلها برتها مال المستشفى ما حد بات ويانا من المستشفى من الريحة مالتها شردة العالم اي من الريحة مالتها يعني حتى مصران عمر اللي قطع بطنها من بطن ورمت ويعني حقها تبكي وصيح ظلت هنا نايمة شهر كامل ما تاكل شهر كامل ما يحطها بحلقة ما شربها مايا ما تشربها خلي ايه ونقول الحمد لله وشكر الحمد لله يقول الحمد لله يعني سننظفوا له معاهم ما ننظفوا كذا بعد ذلك ان شاء الله يشوف هذا عاد راح نقرر. ايه يعني هسه تاكل شيء هي تاكل عادي اه والله تاكل بس هي مو حركه قويه مسوي. مو حركه قويه يعني هي اقل وقعه تموت انك تفلت الصوانده هاي اللي شادينها حركه لازم قويه ماكو لازم شيء ما شيله يدير بالك عليها لا تخليها يعني هي قاعده تاسع نومتها من الليل لليل هاي قاعده تروح بس للمغاسل وترجع هاي عشر باي عشر باي قاعد عشر باي لا تحركين ولا ترحين لا باجب ولا تطلع ولا علال كل شيء لا ما اطلع صار ثلاث اشهر ها صار ثلاث اشهر ما اطلع هذول الجهال اذا يطلعون شلون؟ ما يطلعون بالشارع يلعبون ويرجعون والله ما اعرف شكل لكم والله لا الله يساعدكم الله يكون بعونكم يعني ما اعرف والله يا اخويا وزين يعني ابو عليك انت ذول الجهاله زين هسه ما تقدر تطلع عماله يعني يوم هي طلعوك لا انا حارس حارس انت؟ اي حارس 196 قد؟ 196 شنو 196؟ اشتغل بين حارس يعني راتبك 196؟ اي يعطوني 196 راتب 196؟ معقوله؟ والله يعني لا هن 200 مية ولا هن 300 ولا هن 500 ولا هن 600 196 يعني ما ادري شنو هاي 196 يعني فلوس العلاقه مثلا ماخذين شنو فهمني شنو والله ما ادري هو هاي راتبه 196 يطول 196 يعني شنو كفيك هاي بعد زين شلون ذولا شلون توكل زين هسه هم بالمدارس؟ كلهم بالمدارس؟ مساعد بالمدارس بس ذولا مو بالمدارس هذول مو بالله وانتو هذول كلهم بالمدارس زين هذول ما يراد لهم يوميات قرطاسيه فلوس
طبي طلع ملابس شيء عندنا نشتري ما عندنا ما نشتري ايه عندنا نشتري ما عندنا ما نشتري ما عندك ما تشتري ايه. هم يومياتهم شلون يومياتهم عد يعطيها ما عندنا ما اعطيها يعني انا استمر اروح ويا هاي الاولاد يوصلني جيراني من يطلع الدوام يوصلني وياه وصلك وياه ايه. وين تروح يولدني هناك بالدوامات بالحراسه بالحراسه ايه. وانت بالحارس يطوف 196 يعني ما راتب ترى 196 والله ما اعرف والله ما ادري يعني ما اعرف خلينا واحد ما دقينا بابا ماكو مسؤول ما دقينا بابا ماكو واحد ما حاكينا اي شو يقولون هاي بعد يقول لك الحكومه ما عندها فلوس حكومه ماكو اي ما عندها اي زين رعايه اجتماعيه لهذا ما سووا لك شاره يعني لا ما سجلت ما راح ادق الباب عليه وما قلت لهم يا بي اني ترى محتاج وما عندنا وهيك وش وضعيتنا ابد ما مليت على شنو والله مليانه مو بس مليانه من الحياه كلها انا بالنسبه لي لو ما ذولا لا صارت من زمان خلص ورايا شو تسوي؟ والدنيا اقرى السلام شو تسوي يعني تنتحر؟ اي اي تنتحر ولا كاظم ظهر لانه يسلم حياته في المره زين انا اشوف عيونك غرغرت يعني ايش دمع بعينك ايش اسوي؟ ايش اسوي؟ انت شاب ولك هذا حقك هذا يعني هذا الشاب ايش اسوي؟ قبل اهلنا يقولون عيب الزلمه يبكي الان هسه كلها تبكي الحمد لله وشك الحمد لله وشك مع الاسف مع الاسف الحمد لله والشكر والله صدق الحمد لله والشكر لانه انت هسه تباوع جهالك ما بليه الجحيلة تباوع لمرتك لو تتمنى تكون تملك الدنيا حتى تشافيها وتقوم هالجهال هاي ترى دموعك عزيزة علينا بزينة هاي دموعك كلش عزيزة علينا والله العظيم المن تناشد هسه هاي الكاميرا المن تحكي وتقول يا بنت ابغولي انا بنتكم انا اخوكم انا حالتي هيك المن تناشد والله هو الناشد بس الخيرين خلي يشوفوك الناشد بس الناس الخيره بس الناس الخيره لان الحكومه احنا تعبنا من مناشدتها تعبتم مو تعبتنا كل يعني التعب جوز انا حاطه اشوى جوز اكو ناس انقص من عندي انا جوز حاطه زين اقول لك انا اكو ناس اكثر من عندي اي والله يقول لك شوف مصيبه انا دائما احكي هاي اللي يشوف مصيبة غيره تهون عليها مصيبته. الحمد لله مو بس احنا هم نريد لنا واحد، نريد واحد من جرحنا يجينا. ايه؟ وعلى هالزمان هذا يعيننا مو؟ مو؟ الحمد لله وشكرا. احنا هم نريد لنا واحد. هم نريد لنا واحد يعيننا يقول ذول اخوتي، ذول اهلي، ذول ناسي نشوفهم ايش بيهم ما بيهم، ايش محتاجين ما محتاجين. مو؟ الحمد لله وشكرا. هذا شبيب شي اللي غير ام زينب طالع متى شبيب شي ها زهرة شبيب حبيبي ليش تبكي؟ زين هسه الفطور انت ما تسوي ابو زهرة الله اكبر انت تسوي بالجيش انا اسوي تعرف تطبخ لو هي تعرف تطبخ لو علمتنا المواكب بالجيش والله اي والله اي والله اي والله تعطيها محاوتك ايش ما بيها يقول لك تعال معها اطباق خلي ابو زهراء خلي شوي تضحكهم خبوا كله لان نطلعكم من هذا الجو ها شوفوا يطبخ وانت متجهه مو ها هاي كيف اقول شوفوا يطبخ وانت متجهه ما لك علاقه على ابو والله انا مريض عوفوني مو ام زهراء والله هي قوم ما تقوم الله يسعدك الله يكون بعونك لو بيها قوامة شا قامت عانت روح استغفر الله قول الحمد لله وشكرا على كل حال زين هذا البيت شنو هذا القاعد بيه انت شنو هذا تجاوز زين ايش وقت قاعد بيه خاف اقول لك خاف تقول تشذب او جوز اول متجاوز اني وواحد هنا بصف بالعراق انت اول واحد متجاوز اول واحد بالعراق بالعراق اول واحد متجاوز بالعراق والله عم زين اذا انت اول واحد متجاوز اول واحد بالعراق انا واحد بصف ما راح ناس بركه من هناك ايه احنا قاعدين لا والله والله ذيك
ثبتوها، انا بعد ما ثبتوني. ليش ما ثبتوها؟ يعني شنو وطوها مثلا ملكوها؟ يعني قالوا هي انحسمت لها بالبلديه، وش اسمها انحسمت لها، انحسمت لها اي يعني دفعت، يعني صارت مالتها بالضبط، دفعت فلوس مثل تقول شريتها من اشترى. انا ما عاد اشتري، وانت ما عاد اشتري، يعني سايق اقل شيء لا ما اشتري اشتريها ب 20 15 ليش يبيعوها؟ يعني اقل شيء 15 من 20 منهم، من يجيبها؟ اقل شيء 20 15 منهم يجيبها. زين انت عندك هنا اخ شيء، انت قلت لي انا وحيد مو عندك اخوات؟ زين اخواتك هنا قريبات عليك؟ اي قريبه علي. زين هم دايره بالها عليكم تجيبها؟ هي صاحبة فضل علي. والله صاحبة فضل كان هي وكان حموينها. اي صاحبة فضل علي. زين وذول الناس الجيران والله منطقه زينه وياهم، وش الناس تجيني وتسال علي، صغير وكبير وشاب ومره وزلمه. اي صحيح صحيح. زين هي كانت قبل تخبز مو؟ صار كل شيء ما بيها، كل شيء ما بيها، كل شيء ما بيها، كل شيء ما بيها. هاي دائره الابيتي انا ثلاثه بالزوار مال الحسين متجينا، تطبخ وتكنس وتغسل وملابس ما تنام الصبح. يعني قلت لك هي مرضها مفاجئ مفاجئ، قاعده الصبح ما تقول. هذا المرض الخبيث يا ست، ما تدري راسا مفاجئ. اي والله يا اخي بالله العظيم الله يساعدك، الله يساعدك. انا اناشد من خلال يعني شاشتنا، شاشه قناه التغيير، اناشد وزير الصحه الله يحفظك، هذول مثل ولدك، وهذول مثل اخوتك، والبنات مثل اخواتك ومثل امهاتك. يعني شوف هي محتاجه وما عندها فلوس، تسوي ايش قد تكلف العمليه بعد؟ ما تسوي عمليه غير؟ لا بعدت عمليه، ها بعدت عمليه، هذا الكيس يشيلوه ويشيلون الصواند يسوونها. اي ايش قد تكلف هاي؟ والله بعثي ورا الله بعد ما ندري. ليش اقول لك؟ زين انت مخور على نفسك ولا على جهالك؟ لا على جهالي، بس على جهالي. انت الولد عنده حساسيه الحنطه، بطنه مدفوخه. بطنه مسوحه عند حساسه الحنطه، ما ياكل خبز. والله ما ياكل خبز، جميع شيء بالحنطه ما ياكله. صلي يا صلي يا صلي يا صلي. والله والله خذ خذ امور. هات تنفخ بطنه تصير شكوك. لا اكل خبز، لا اكل خبز، تنفخ بطنه. خبز كيكي بسكيت ما ياكل، جميع شيء بالحنطه ما ياكله. صار له سنتين ما عندي فرصه. ايش قالوا لكم الاطباء؟ يقول لكم كثير من هيك مره على اساس لمده 3 سنوات تروح من عندك؟ لك تروح عنه. هاي بس تنتفق بطنه؟ ايه تنتفق بطنه، يصير عنده سهال. طيب والله ما اعرف، ما اعرف شنو. تعال بابا فيني؟ عين ابو زهراء الله يحفظك، هاي من قناه التغيير. وهاي اصلا من رب العالمين حقيقه، هو اللي سلطنا ودزنا عليك. شو تقول للاداره؟ والله القناه التغيير واهلا وسهلا بهم، ورمضان كريم عليهم، ومناك لهنا وكلفناهم عنا السفر، واهلا وسهلا بهم. لا لا تعبكم راحه، والله تعبكم راحه. احنا اهم شيء عندنا انه نوصلكم ونشوفكم ونشيل جزء ولو من عندكم، يعني من معاناتكم جزء ولو. بس احنا بنفس الوقت الناشد الناس الخيره الطيبه، اسمكم راح يكون يعني الرقم التليفون على الشاشه، واي واحد يحب يساعد هاي العائله وينقذ هاي العائله فاحنا نقول له يا اهلا وسهلا بيك، وهاي تسجل بميزان حسناتك. الملك ناشد، والله ناشد الناس الخيره، ناس طيبين، حكومتنا احكي الى بها واحد شريف ويقول انا شريف. احنا نقول اكو ان شاء الله اشراف لو خليت قلبت ان شاء الله خير. خوش حسوا بينا، يعني حسوا بينا، حسوا بابناء الشعب، حسوا بالناس تعبانه. جوز انا زين، جوز اكل واشرب، اكو ناس ما تاكل وما تشرب. شوف مشاهدينا هو وين بها حال وداع عن عالم الفقر، يعني للكل ما دافع عن نفسي. يعني انا جوز قلت لك اكل جوز واشرب، بس اكو ناس ما تاكل وما تشرب، اكو ناس من المفايات. خوش يعني رحنا وشفناهم، شفتوهم، رحت بهذا برنامجنا، رحنا وشفناهم من النفايات عايشين، يعني خلي من قواطي واشياء. خوش هاي الناس صعدتهم وقعدتهم على كراسي، وهاي الناس اللي استشدت بالحشيد، هاي اللي اطفالها ظلت، نساها ظلت، يعني هاك برقبتهم، كلها برقبتهم. صحيح والله صحيح. زهراء الملك ناجين، قرموا نخذوني، شوفوا والله ناشد الناس الخيره. اي ناشد الناس الخيره، ريتهم يساعدوني يشوفون حالتي، يطوعون جهالي.
مشاهدينا الكرام، لهنا وخلصت حلقتنا وانتهت قصتنا ويا ابو زهراء. ان شاء الله راح تشوفونا باكر بحلقه مختلفه، وبرنامجكم هو برنامج العائله العراقيه، برنامج الفقير حقيقه بين هن. والى اللقاء، مع السلامه.